بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 80. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بشيخنا الكريم، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. تقدم معنا ما ذكره المؤلف في تقرير الإجماع على كراهة التشبه بالكفار والأعاجم وتحريم ذلك. قال هنا رحمه الله: الوجه الثالث في تقرير الإجماع ما ذكره عامة علماء المسلمين، علماء الإسلام من المتقدمين والأئمة المتبوعين وأصحابهم في تعليل النهي عن أشياء بمخالفة الكفار أو مخالفة النصارى أو مخالفة الأعاجم، وهو أكثر من أن يمكن استقصاؤه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هنا يوجز الشيخ رحمه الله نتيجة ما مر من النقولات والأقوال الواردة في منع التشبه بغير المسلمين من سائر الكفرة، سواء كانوا يهودا أو نصارى أو مجوسا أو دهريين أو غير ذلك من سائر الكفرة والمشركين. فيؤخذ من مجموع هذه الآثار وهذه الأدلة هذه القاعدة، وهي منع التشبه بغير المسلمين لما يجره ذلك من النقص في الإسلام، ولأن الإسلام كامل، فكوننا نجلب إليه عادات وتقاليد وأعمال من أعمال أهل الكفر فهذا مما يؤثر في دين الإسلام بالنقص ويخلط الحق بالباطل. وأيضا هذا فيه اتهام للإسلام بأنه ناقص، حيث إننا نجلب له ما يكمله من عادات أهل الكفر. فهذا كله يؤصل هذه القاعدة العظيمة، وهي منع التشبه بغير المسلمين، لأن الإسلام ولله الحمد كامل. إن حصل في المسلمين نقص فليس هو من قبل الإسلام، وإنما هو من قبل تقصير المسلمين. تقصير بعض المسلمين لا ينسب إلى الإسلام، كما قال الشاعر: لئن كان ذنب المسلم اليوم جهله فماذا على الإسلام من جهل مسلمي. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وما من أحد له أدنى نظر في الفقه إلا وقد بلغه من ذلك طائفة. وهذا بعد التأمل والنظر يورث علما ضروريا باتفاق الأئمة على النهي عن موافقة الكفار والأعاجم والأمر بمخالفته. يقول الشيخ رحمه الله: لا أحد من أهل العلم يجهل أنه نهي عن مشابهة المشركين، وما من أحد من العلماء إلا وقد بلغه نصوص في هذا الأمر، مما لا يترك مجالا للشك في أننا مطلوب منا مخالفة المشركين وعدم التشبه بهم، وهذا مما يبقي على المسلمين عزتهم وقوتهم واستغناءهم عن أراذل أعمال الكفار، لأن الكفار ناقصون وأعمالهم ناقصة ومذمومة. والإسلام ولله الحمد دين كامل ودين شامل لمصالح الدنيا والآخرة، فلماذا نستجلب عادات الكفار وهي ناقصة ومذمومة، ونترك أخلاق الإسلام الكاملة الفاضلة العالية؟ والله جل وعلا يقول: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين
إن كنتم مؤمنين بهذا الشرط، أما مجرد الانتساب بدون إيمان وبدون تحقيق للإسلام فهذا لا ينفع المسلم ادعاؤه من غير تحقيق لهذا الأمر. ومن تحقيق هذا الأمر تجنب أخلاق الكفار وعادات الكفار التي هي خاصة بهم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وأنا أذكر من ذلك نكتة في مذاهب الأئمة المتبوعين اليوم، مع ما تقدم في أثناء الكلام عن غير واحد من العلماء. نعم، لما ذكر النوعين الأولين وهي شروط عمر رضي الله عنه وما جاء عن أفراد الصحابة، ذكر الآن ما قاله الأئمة من بعدهم، ما قاله الأئمة من بعدهم الأئمة الأربعة وغيرهم في منع التشبه بالكفار، مما يدل على انعقاد الإجماع على هذا الأمر. نعم. قال: فمن ذلك أن الأصل المستقر عليه في مذهب أبي حنيفة أن تأخير الصلاة أفضل من تعجيلها، إلا في مواضع يستثنونها كاستثناء يوم الغيم وكتعجيل الظهر في الشتاء. وإن كان غيرهم من العلماء يقول الأصل أن التعجيل أفضل، فيستحبون تأخير الفجر والعصر والعشاء والظهر إلا في الشتاء في غير الغيم. هذه مسألة. ثم قالوا: يستحب تعجيل المغرب لأن تأخيرها مكروه لما فيه من التشبه باليهود. نعم، هذه مسألة الصلاة في أول وقتها هل هو أفضل أو تأخيرها أفضل. فعند الحنفية أن تأخيرها عن أول الوقت أفضل، ولذلك تجدهم يتأخرون ويصلون بعد الناس. وأما الجمهور فهم على العكس، يقولون الأصل تقديم الصلاة في أول وقتها، لأن في ذلك مبادرة إلى الطاعة وتفريغا للذمة، إلا في أحوال يستحب تأخير الصلاة فيها لوروده عن الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. ومثل ما إذا كان هناك غيم وخروج الناس فيه خطر أو فيه محذور يتأخرون حتى يزول العذر ثم يخرجون للصلاة أو يصلون إذا زال هذا العذر، وإلا فالأصل عند الجمهور هو الصلاة في أول وقتها، والمغرب بالذات تصلى في أول وقتها حينما تغرب الشمس ويتحقق من غروبها، فيبادر بصلاة المغرب، يبادر بصلاة المغرب، لأن تأخيرها فيه تشبه، وكذلك تأخير الإفطار فيه تشبه باليهود، فإنهم لا يؤدون عباداتهم التي علقها الله بالغروب إلا إذا اشتبكت النجوم واشتدت الظلمة. فنحن منهيون عن التشبه بهم ومأمورون بتعجيل صلاة المغرب وتعجيل الإفطار عند تحقق الغروب، كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم خالف المشركين في التعجل من مزدلفة، فكانوا المشركون يبقون في مزدلفة إلى أن تطلع الشمس. النبي صلى الله عليه وسلم استعجل ونفر من مزدلفة قبل أن تطلع الشمس، مخالفة للمشركين. نعم. قال رحمه الله: حين ذكر تفضيل الأحناف تأخير الصلاة ثم قالوا يستحب تعجيل المغرب لأن تأخيرها مكروه لما فيه من التشبه باليهود. نعم، هذا هو النتيجة. نعم. وهذا أيضا قول سائر الأئمة، وهذه العلة منصوصة كما تقدم. نعم. وقالوا أيضا يكره السجود في الطاق لأنه يشبه صنيع أهل الكتاب من حيث تخصيص الإمام بالمكان. نعم، وهذه المسألة التي مرت، والطاق هو المحراب، وكان يسمى عند المسلمين بالمحراب، وهي تسمية عامية، وإلا فالمحراب الأصل هو المصلى، يسمى محرابا، ولما دخل عليها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب، يعني مصلاها الذي اعتزلت فيه عنهم للصلاة والعبادة.
فالمراد بالمحراب هو مكان العبادة، أما تخصيصه بالطاق فهذه تسمية عامية تقريبا. والطاق عند اليهود هو المذبح، يعني الجدار يكون فيه مكان على شكل دائرة، وهذه الدائرة يصلي فيها الإنسان أو الإمام، فهذا مكروه لما فيه من التشبه باليهود، لأنهم يخصون هذا المكان ويظنون أنه أفضل. ونحن نقول إنما الطاق إنما يعمل لأجل معرفة القبلة فقط، لا لأجل أن يصلي فيه الإمام أو يصلي فيه غير الإمام ممن يعتقد فيه البركة. نعم. قال رحمه الله: وقالوا أيضا يكره السجود في الطاق لأنه يشبه صنيع أهل الكتاب من حيث تخصيص الإمام بالمكان، بخلاف ما إذا كان سجوده في الطاق، يعني كان يكون رأسه فقط. نعم، هو كون الإمام يختص بمكان هذا هو الأصل، لأن الإمام سيكون في مقابلا لوسط الصف، قابلا لوسط الصف من أجل أن يقتدي فيه المأمومون، ولا يكون مائلا إلى جهة من الصف وبعيدا عن الجهة الأخرى، وإنما يكون متوسطا في محاذاة الصف من أجل أن يقتدي به جميع الصف من اليمنى واليسرى. وليس هذا من أجل تخصيص المكان، وإنما هو من أجل الاقتداء، إنما هو من أجل الاقتداء بالإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. أما لو اعتقد أن صلاة الإمام في الطاق أن لها فضلا ولها وفيها أجر ويتبركون بهذا، من فعل اليهود ولا يجوز هذا العمل. نعم. قال: وهذا أيضا ظاهر مذهب أحمد وغيره، وفيه أثار صحيحة عن الصحابة بن مسعود. نعم، في مذهب أحمد فمثلا في متن الزاد: وتكره إمامته في الطاق، يعني في المحراب، تكره إمامة الإمام دخوله في المحراب، لأنه يختفي عن المأمومين عن يمينه وعن يساره، ولأن فيه تشبها بأهل الكتاب. نعم. وفيه آثار صحيحة عن الصحابة ابن مسعود وغيره. نعم. وقالوا: لا بأس أن يصلي وبين يديه مصحف معلق أو سيف معلق، لأنهما لا يعبدان. نعم، لا بأس أن يصلي وأمامه مصحف معلق بالجدار أو بالعمود أو سيف معلق، لأن هذا ما عرف أنه يعبد، فليس فيه تشبه. لا ما كان المشركون يعبدون المصاحف أو الكتب، أو ولا كانوا يعبدون السيوف، فليس في استقبال هذه الأشياء تشبه بهم. نعم. قال رحمه الله: باعتباره تثبت الكراهة. وباعتبار إذا كان يعبد، إذا لو كان السيف يعبد تثبت الكراهة منعا للتشبه بهم، وإن كان المسلم لا يقصد عبادة السيف أو تبرك بالسيف، لكن من باب منع التشبه بهم. نعم. قال: ولا بأس أن يصلي على بساط فيه تصاوير، لأن فيه استهانة بالصورة. نعم. ولا يسجد على التصاوير. الصور المعلقة يحرم تعليقها على الجدران أو نصبها تماثيل، لأن هذا وسيلة من وسائل الشرك، ولأنه مضاهاة لخلق الله عز وجل، ولأن فيه فتنة، والملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. وأمر صلى الله عليه وسلم بطمس الصور، قال لعلي رضي الله عنه: لا تدع صورة إلا طمستها. فلا يجوز تعليق الصور على الجدران أو رسمها على الجدران أو تثبيتها على الجدران، لما في ذلك من الغلو، ولما في ذلك من مشابهة اليهود والنصارى، فإنهم في كنائسهم كما في الحديث: إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله عز وجل. وكذلك في البيوت والمكاتب والمنازل لا تعلق الصور للذكريات،
أو لغير ذلك من الأغراض لا تعلق الصور، ولكن إذا كانت الصور ممتهنة يداس عليها على الفرش، يداس عليها ويجلس عليها، فلا مانع من بقائها لأنها مهانة وممتهنة ولا قيمة لها. ولهذا لما هتك الستر الذي فيه التصاوير وجعل وسائد جلس الرسول صلى الله عليه وسلم واتكأ عليه لأنه ممتهن. نعم. قال رحمه الله: ولا بأس أن يصلي على بساط فيه تصاوير لأن فيه استهانة بالصورة، ولا يسجد على التصاوير لأنه يشبه عبادة الصور. نعم، إذا كان الفراش فيه تصاوير وكانت التصاوير تحت قدميك أو خلفك أو تجلس عليها فلا مانع من ذلك. ما إذا كانت التصاوير في موضع السجود، في موضع السجود أو في قبلتك تستقبلها، فإن هذا يكره لما فيه من التشبه بأهل الكتاب الذين يعبدون الصور. نعم. وأطلق الكراهة في الأصل لأن المصلي معظم، لأن المصلي معظما للصورة التي يسجد عليها أو يستقبلها في صلاته، فإذا قصد التعظيم فهذا عبادة، لكن إذا لم يقصد ففيه تشبه بمن يعبد الصور. نعم. وقالوا: ولو لبس ثوبا فيه تصاوير كره لأنه يشبه حامل الصنم. نعم، ولو وكذلك يكره لبس الثياب التي فيها تصاوير لأنها تشبه الذي يلبس الصليب، يلبس الصليب في عنقه أو في ثيابه أو ملابسه، ففيه التشبه بالنصارى الذين يعبدون الصليب. وكل ما صورته تعبد من دون الله فإذا وضعت على الثياب فلا يجوز لبسها، حتى ولو كانت لا تعبد عند المسلمين، لأن هذا فيه تشبه بأهل الكتاب. نعم. قال: ولا يكره تماثيل غير ذي الروح لأنه لا يعبد. لا يكره تماثيل، يعني تصاوير غير ذوات الأرواح، كالأشجار والجبال والمباني والمصنوعات والآليات والبحار، لا بأس بذلك، لأن النهي إنما هو عن تصوير ذوات الأرواح، ذوات الأرواح. أما الأشياء التي ليس فيها روح فلا يمنع من تصويرها، كما قال ابن عباس للذي كان يصور يصنع الصور ونهاه عن ذلك، قال: إن كنت لابد فاعلا فصور الشجر وما لا روح فيه، أو ما هذا معناه من كلامه رضي الله عنه. نعم. وقالوا أيضا: إن صام يوم الشك ينوي أنه من رمضان كره لأنه تشبه بأهل الكتاب لأنهم زادوا في مدة صومهم. نعم، الله جل وعلا أوجب علينا صوم رمضان وعلق الصيام والإفطار بالرؤية، فقال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم، يعني لم يظهر لكم الهلال بسبب الغيم أو القطر، فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. فنحن نصوم بأحد أمرين: إما رؤية الهلال، وإما بإكمال شعبان 30 يوما. ولا يجوز للإنسان أن يصوم يوم الشك على أنه من رمضان ويقول هذا من باب الاحتياط، فقد جاء في الحديث الذي يصوم، قول عمار بن ياسر: الذي يصوم في اليوم الذي يشك فيه قد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، لأن هذا وسيلة إلى الزيادة على ما فرض الله، فقد يصوم زيادة على الشهر ويتقدمه بيوم أو يومين ويقول هذا من باب الاحتياط. وهذا فيه تشبه أيضا بأهل الكتاب، فإنهم غيروا صيامهم وزادوا فيه ونقصوا وتلاعبوا فيه. فالواجب على هذه الأمة أن تتمسك بدينها وأن لا تزيد في العبادات أو تنقص منها إذا كانت محددة، فلا يجوز الزيادة عليها أو النقص منها، لأن هذا فيه تشريع لم يأذن الله به وهو بدعة، وفيه أيضا تشبه بالذين غيروا دينهم
وأول كتبهم. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: وقالوا فإذا غربت الشمس أفاض الإمام والناس معه على هيئتهم حتى يأتوا مزدلفة، لأن فيه إظهار مخالفة المشركين. نعم، إذا وقف بعرفة في النهار فإنه يستمر فيها إلى أن تغرب الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بقي فيها إلى أن غربت الشمس واستحكم غروبها، ثم إنه انصرف من عرفة إلى مزدلفة مخالفا في ذلك انصراف المشركين. نعم. وقالوا أيضا: لا يجوز الأكل والشرب والادهان والتطيب في آنية الذهب والفضة للرجال والنساء للنصوص، ولأنه تشبه بزي المشركين وتنعم بتنعم المترفين والمسرفين. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة وعن الأكل في صحافها، وقال إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، فدل على أن استعمال أواني الذهب والفضة أنه من صفات المشركين والكتابيين، فنحن منهيون عن التشبه بهم. ولا يقتصر هذا على الأكل والشرب، بل سائر وجوه الاستعمال ما دامت العلة منع مشابهة المشركين، فهذه تعم كل استعمال لأواني الذهب والفضة. وإنما ذكر الأكل والشرب لأنهما غالب وجوه الانتفاع. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وقالوا في تعليل المنع من لباس الحرير في حجة أبي يوسف ومحمد على أبي حنيفة في المنع من افتراشه وتعليقه والستر به، لأنه من زي الأكاسرة والجبابرة والتشبه بهم حرام. نعم، هذا في ما خالف فيه أبو يوسف ومحمد بن الحسن إمامهما أبا حنيفة، لأنهما صاحباه، قد خالفاه في مسائل منها استعمال الحرير ولبس الحرير لأنه فيه تشبه بالجبابرة من الأكاسرة وغيرهم. نعم. قال عمر رضي الله عنه: إياكم وزي الأعاجم. وقال محمد في الجامع الصغير: ولا يتختم إلا بالفضة. وقول عمر رضي الله عنه إياكم هذا تحذير، وزي الأعاجم هذا محذر منه، وهذه قاعدة أن كل ما كان من زي الأعاجم خاصا بهم فإن المسلم لا يتشبه بهم فيه، لأنه يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. نعم. وقال محمد في الجامع الصغير: ولا يتختم إلا بالفضة. محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة قال: لا يتختم إلا بالفضة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يتختم بالذهب وهذا حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الذهب على الرجال، تختم بالذهب على الرجال، وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، وأخذ الخاتم من الرجل خاتم الذهب وطرحه في الأرض. فأما التختم بالذهب فهو حرام للرجل، وأما التختم بغيره من التختم بالفضة فهو مباح، وأما التختم بالفضة فهو مباح، بل بعضهم يرى أنه سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من الفضة. وأما التختم بغير الذهب والفضة من المعادن النفيسة فلا مانع منه، لأنه لم يرد عنه نهي، وليس ذهبا ولا فضة كالأحجار الكريمة والألماس وغير ذلك. وأما التختم بالحديد فهذا منهي عنه، والنهي لكراهة التنزيه، يكره كراهة التنزيه، لأنه حلي أهل النار، فالذي يتختم بالحديد يتشبه بالكفار الذين هم أهل النار، هذا وجه الكراهة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قالوا إذن فالخاتم على ثلاثة أنواع: خاتم ذهب وهذا حرام بالإجماع على الرجل،
خاتم فضة هذا مباح بالإجماع، خاتم حديد ونحوه، خاتم الثالث خاتم المعادن النفيسة غير الذهب والفضة وهذا حلال بناء على الأصل، الرابع خاتم الحديد والصفر ونحو ذلك هذا مكروه. نعم. قال رحمه الله: قال: وهذا نص على أن التختم بالحجر والحديد والصفر حرام. للحديث المأثور أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على رجل خاتم صفر فقال: ما لي أجد منك ريح الأصنام، ورأى على آخر خاتم حديد فقال: ما لي أرى عليك حلية أهل النار. نعم، فيكره تختم بالصفر لأنه فيه تشبه بعباد الأصنام، والحديد لأن فيه تشبها بحلية أهل النار، لكن يباح التختم بالحديد مع الكراهة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي أراد أن يزوجه وطلب منه المهر فلم يجد عنده شيئا فقال له: التمس ولو خاتما من حديد، فدل على جواز الخاتم من الحديد، لكن كراهيته من باب كراهية التنزيه للتحريم. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: مثل هذا كثير في مذهب أبي حنيفة وأصحابه. نعم، انتهى من مذهب أبي حنيفة وأصحابه وسياقات ما فيه من كراهة بعض الأشياء من التشبه بالكفار، لأنها فيها مشابهة للكفار ولأهل النار ولعبدة الأصنام. نعم. إذن حتى هو ذهب رحمه الله يذكر ما في مذهب مالك وأصحابه، ونحن ندع ذلك الحلقة القادمة لتسرم وقت هذه الحلقة. جزاك الله خير شيخنا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم مع شيخنا الشيخ صالح أبو فوزان الفوزان، شكر الله له ما تكرم به من البيان وشكر لكم، وهذه في الختام تحية مهندس الصوت يحيى عبد الله إبراهيم، حتى نلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.